كان للجزائر دور ريادي في كافة الملفات التي تطرح على جدول أعمال القمم العربية السابقة، وكنا نتابع باهتمام الرأي الجزائري خصوصا مع ما عصف بالعالم العربي من أحداث خلال السنوات الماضية. كان دائما للجزائر رأي متمايز ومغاير للآراء الأخرى، كون الجزائر كانت تنطلق في مواقفها من فهمها وإيمانها العميق بوحدة العالم العربي وعدم تجزئته، والعمل على منع التدخلات الأجنبية والخارجية، وبالتالي دائما كان الموقف الجزائري موقف عروبي وحدوي، موقف ينطلق من قناعات الشعب الجزائري ومن قناعات الشعب العربي الكبير من محيطه إلى خليجه. وهذا كان حقيقة دائما يعني يكون هو ميزان الآراء ضمن القمة العربية.